السلام عليكم. في مقابلة مع قناة فيرونيكا فايت، سئل مايك مدرب البطل المغربي بدر هاري عن الخصم المقبل الذي سيواجهه، موجبا أنه من الأفضل أن يتم إعلام الجلوري أولا، وذلك بعد الشفاء التام للبطل بدر هاري. وقال أيضا أن الخصوم لن يختفوا وإيجادهم ليس بالأمر الصعب، وأعطى بعض الأسماء التي من المحتمل أن يكون واحدا منها خصم بدر هاري، حيث أشار إلى جوتو الذي خسر أمام ريكو سنة 2018 في مواجهة على اللقب. وأشار أيضا إلى اسم آخر، حيث قال أتمنى أن يكون باتريس كوارتيرون، مؤكدا أن هناك عملا معه لم ينجز بعد، ووصفه بأنه يحب أكثر صنع المقاطع المضحكة على وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من القتال. كان من المتوقع أن يواجه بدر خصمه كوارتيرون في 16 أكتوبر 2014 في دبي الإمارات العربية المتحدة، لكن في النهاية رفض القتال وقاتل بدلا من ذلك مقاتلا ليتوانيا قائلا أن كوارتيرون لم يكن رياضيا. بأي حال فإن المباراة بين بدر هاري وكوارتيرون على رأس القائمة. ولاد البلاد وبنات البلاد، الله الوطن الملك.